السلام عليكم. بعد ما تستلم الايميل مال سيرش بورتال يكون عندك مثل هاي الاوبشنات، بس في حالة يعجبك انه تشوف تسوي سيرش بنفسك تدوس على هذا نيو سيرش وتدخل المواصفات مال البيت. فمثلا بالحالة قولي ابي اريد سينجل فاميلي ريزيدنشال 3 غرف نوم وصاعد، حمامين مينيمم، البرايس رينج لسي 400,000 زين، والمدينة اللي هي ميلينج ستريت هنا عادة اما تكتبها كتابة او تسوي لها سيرج هنا ليفونيا على سبيل المثال يطلع لك ليفونيا، سوي له تشيك مارك حيطلع هنا ليفونيا. وبعد اي اوبشنال ثانية عجبك نقدر نقول نكتفي بهاي، وراها نسوي سيرش، نسوي له نطي اسم مثلا ليفونيا 1 جو ونشوف شو حيطلع لنا. فيطلع لنا شكو بيوت ليفونيا ضمن المواصفات اللي حبيناها. بالطبع كل ما انت تحطون كرايتيريا اكثر كل ما تقل النتائج. يعجبك تشوف التفاصيل عندك ناس سي ديتيلز و that's it. اي سؤال عندكم دزولي خبر او راسلوني. ماشي، تحياتي.